مركز التكنولوجيا الحيوية بدبي يجعل من الإبل والأنواع الحيوانية الأخرى تتمسك بالحياة. الحل وجد عن طريق الاستنساخ، وهي عملية مزدهرة تمر عبر تخزين الخلايا الحيوانية من الإبل المستنسخة بمزرعة بضواحي دبي. المدير العام للمركز يراهن على واحدة من أمهات الإبل للمشاركة في مسابقة الجمال، مؤكدا أنه في حالة الاستنساخ يمكن الحصول على واحدة من 100 من الأجنة المنقولة، كما يمكن حدوث حمل 5 حالات من أصل 10، وأحيانا يولد من 3 إلى 6 من صغار الإبل، ويمكن القول بأن معدل التخصيب منخفض جدا مقارنة بالتكاثر الطبيعي. هي عملية تتم من أجل الحفاظ على سمات النخبة من خلال طريقة نقل الأجنة المتعددة الأكثر تقليدية، وذلك عن طريق تحفيز مبيض الناقة ذي القيمة العالية لإنتاج بويضات متعددة بعد عملية إخصابها بالحيوانات المنوية الثمينة.